أنفة قرية صغيرة على البحر. أطلق اسم أنفة على هذه القرية بسبب التكوينات الصخرية التي تمتد إلى البحر. كل بداية صيف يقوم سكان أنفة بطلاء المنازل التي تقع في وجه الشاطئ العام للقرية. بالأحداث هذه كانت كلها ملاحات بالوقت الحاضر عم يطلعوا المي من البحر بواسطة موتيرات. بس قديما كان بواسطة دولاب الهواء بيطلع المي على أحواض كبيرة وعميقة بنسميها غبيط نحن، وبعدين منا بواسطة أنابيب كمان بنحط بالجران تتبخر المي ويصير ملح. حقول الملح في أنفة من القلة المتبقية في لبنان، حيث الملح ما زال يستخرج من البحر. هذه بنسميها مصادات خزان، يعني بنحط المي فيه لأنه المي بتطلع من البحر 100 كيلو بيعملوا 7 كيلو، بنخزنهم نحن شهر شهرين بالخزان بيصيروا يعملوا 20. أول ما بلشنا كنا نبيع الكيلو ب6.5 قروش، عم نقول بأن ب$110، وكانت 6 قروش أحسن. نص أنفي كانوا عايشين من الملح، بس بعدين وقت اللي بلشوا يستوردوا الملح من برا ورخص الملح، الشباب ما عادت تشتغل كلها على الهجرة، لذلك صاروا يجيبوا عمال وهل ما عاد توفي معهم الملح. كل ملاحة كان فيها بيت يحطوا فيه الملح، بعدين صاروا يعمروا شاليات، بس هي الأرض للدولة يعني أملاك بحرية، أملاك عامة يعني. كان عندنا 37,000 طن إنتاج بالبلاد، هون وبنهر إبراهيم وبعكار، هلا ما في هودي هني.